في شك انه الشيخ الوليد الابراهيم كان، انا اعتقد انه يعني هذه الشخصيه الاعلاميه مش فقط اليوم في انجاز مشروع اعلامي فقط، يعني الرجل الحقيقه يهتم بادق تفاصيل العمل الدرامي وعنده حس درامي يعني مذهل الحقيقه يعني. فكان ايضا هو من سنوات طويله وكان وراء العمل يعني العمل نعم. تعرف انه العمل اخذ مننا وقت طويل، فكان من البدايات يعني قبل سنوات وهو وراء العمل وين وصلنا وكيف وش نسوي، وحتى يعني فكره العمل المنعطف اللي حدث الحقيقه في هذا الجزء، وانا اعتقد انه يعني هو منعطف ايضا في العمل الدرامي السعودي اللي هو دخول حادثه الحرم، ويعني القدره الانتاجيه اللي يشكر عليها الحقيقه الشيخ وليد بن ابراهيم، انه هذه الميزانيه المفتوحه وهذا الانتاج السخي اللي مش متعودين عليه احنا في انتاجنا. ولا يهون الحقيقه اخوي مثنى على الجهد الهائل، لانه احنا دخلنا في المشروع بشكل يعني لا تتخيل التفاصيل الدقيقة اللي كنا نركز عليها حتى يخرج العمل بشكل مختلف.